أعلن برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي أعلن عن تسليم 75 مشروعا جديدا لمستفيدي برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة بمركز منفلوط في محافظة أسيوط، وذلك في إطار خطة البرنامج لتوفير الاستقلالية للمواطنين الأكثر احتياجا لتجنبهم الاتكالية وفتح مصدر رزق دائم لهم. وأوضح برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي أن تسليم المشروعات جاء بالشراكة مع مؤسسة صناع الحياة.